كلاسيكو 11 تناديك يا أهلي، حلقة جديدة ببدأها وأنا مستغربة الحقيقة ومندهشة. مش بس الحلقة دي، بقالي 5 أيام مندهشة من كم التشاؤم والإحباط اللي شفته في مواقع التواصل المختلفة من بعد نهاية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد. هو الأهلي خسر يا جماعة وأنا مش عارفة؟ يعني يا ريت حد يأكد لي، يعني يا ريت حد يقول لي انا اتفرجت مثلا على ماتش تاني او حاجه، يعني مش عارفه. الاهلي فاز 2-1، يعني لو كنا نسينا نفتكر الاهلي فاز. الاهلي بيدخل مباراه العوده في كازابلانكا وهو متفوق، ومن اللحظه الاولى في الماتش فريق الوداد هو اللي بيحاول انه يعوض، وده في حد ذاته بيدي الاهلي فرصه اضافيه قدام فريق هيكون مضطر ان يفتح خطوطه يلعب قدامك بطريقه مختلفه وعن طريقته الخاصة تحديدا وعن طريقته المفضلة، ودي هتكون فرصة عظيمة ليك يا أهلي إنك تسجل من المرتدات وتقلب حسابات المباراة. يا رب يا رب إن شاء الله ده يحصل. وبعدين في حاجة تانية، يعني عايزة أعرف مين قال إنه نتيجة 2-1 هي نتيجة محبطة؟ الحقيقة ده نهائي، ده نهائي مش مباراة في دور المجموعات قدام مثلا، يعني قدام الأنابيب الكيني مثلا فأنت مستني تكسبها 5-0. دي مباراة بين أقوى فريقين في القارة في آخر 6 سنين، أنت بتلاعب بطل البطولة دي السنة اللي فاتت، والفوز بيها كان الهدف الأهم وده حصل. لو رجعنا بقى كده علشان نفتكر السؤال اللي أنا سألته الحقيقة وكان فيه إسقاط، تعالوا كده نسترجع السنين اللي فاتت، 5 سنين مش هنروح بعيد قوي. تعالوا نشوف آخر 4 فرق فازت 2-1 في مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا، كلها تأهلت. احنا بنتكلم عن 2018 مثلا، لما نيجي نتكلم عن 2018 الترجي بيفوز على النجم الساحلي 2-1 في الذهاب في ربع النهائي. طيب عندك بيتأهل الترجي تاني لنصف النهائي بعد الفوز 1-0 في الإياب. في 2019 الوداد بيفوز على سان داونز 2-1 ذهابا في نصف النهائي، وبيتأهل الوداد للنهائي بعد ما تعادل ايابا 0-0. طيب سنة 22 حصل ايه؟ السنة اللي فاتت فاز بترو اتلتيكو على سان داونز 2-1 في ذهاب ربع النهائي، وبيتأهل لنصف النهائي بعد ما تعادل ايابا 1-1. طيب برضو السنة اللي فاتت لو تفتكروا اكيد فاكرين انه الاهلي فاز على الرجاء 2-1 في ذهاب ربع النهائي، وتأهل لنصف النهائي بعد ما تعادل في الإياب 1-1. فإحنا ليه قلنا الأرقام دي وليه اتكلمنا عنها من 2018 لحد ما بنتكلم لحد مباراة الحد اللي فات؟ علشان نكون واثقين أكتر من كده في الفريق. ده الأهلي يا جماعة، وأنا أعتقد أنه الأهلي بيعشق هذه السيناريوهات يعني أصلا. فاطمنوا ونخلينا فاكرين دايما انه يعني دايما، حتى لو رجعنا مثلا ل 2006 مثلا الاهلي اتعادل فيها مع الصفاقسي 1-1 في استاد القاهره هنا، فاكرين الكل اعتبر ازاي ان البطوله دي راحت عليهم خلاص؟ فاكرين اللي حصل في رادس في الدقيقه 92 في مباراه العوده؟ طيب فاكرين نفس السيناريو في 2012 لما الاهلي اتعادل برضه 1-1 في برج العرب؟ يعني الشو اللي الاهلي عمله في رادس من جديد وكسب 2-1 مع الرقفه ده بتعتبروه ايه؟ بكررها تاني ليكم، الاهلي يقدر، نطمن ان شاء الله ده يحصل. عايزين نروح بقى للوداد، وامبارح اتاكد غياب زهير المترجي، زهير المترجي نجم الوداد بسبب الاصابه. لكن بخصوص الخبر ده بقى حابه اقول حاجه، والحقيقه يعني اسمحوا لي ان انا اقول ان انا شايفه انه غياب المترجي معنوي اكتر منه فني. المترجي بقى اشهر اسم في الوداد بسبب تألقه طبعا في نهايه الموسم اللي فات اللي سجل فيه هدفين، لكن لما تيجي نتكلم على ارض الواقع فتأثير المترجي مع الوداد اقل بكتير جدا من الموسم اللي فات بسبب الاصابات اللي اثرت عليه. طيب انا كمان مجهزه لكم الارقام عشان يعني لما نيجي نتكلم عن المترجي في ارقام في دوري ابطال افريقيا تحديدا في الموسم الحالي هنلاقي انه لعب 6 مباريات بس سجل هدف. صناعه الاهداف لم يصنع ولا هدف المترجي. التسديدات على المرمى كانت 8 تسديدات، التمريرات الصحيحه 40، المراوغات الناجحه 3 مراوغات ناجحه. فده بيقول ايه؟ بيقول انه مش في افضل حالاته، وبالتالي ده غياب مش مؤثر قوي بالنسبه للوداد اللي مازال محتفظ بقوته الضاربه.
احنا نزلنا سؤال على الصفحة الرسمية لقناة دي ام سي على موقع التواصل الاجتماعي، بس تحديدا فيسبوك بنتكلم،